وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. داكشي اللي كاين اخويا، الوفاة ديال الام ديالي خلاني نعرف بزاف د الحوايج، حيت راه دي علامه من عند الله، ونفس نفس الوقت الله اللي بغى يديها ومخلي لي ميساج في حياتي اللي غادي نستمر به، اللي ديال الناس راه ديال الناس، والطريق الحرام راه ما طريق ما والو. دوزتي العقوبه ديالك كامله 4 سنوات، خرجتي المجتمع المغربي باش تندمج مع المجتمع المغربي، حكي لينا من بعد الخروج ديالك من السجن، الوالده ديالك صدر الحنين، وكيقول واحد المثال مغربي، إلا مات باك إلا مات باك توسد الركبة هي الميمة، وإلا مات تمك توسد العتبة. خرجتي الميمة الحنينة الله يرحمها، الولاء برحمة الله، كنقول لك البركة في راسك، ولو أن المشوقات. يعني كيفاش واجهتي المجتمع، كيفاش واجهتي العائلة ديالك، كيفاش غتعاود تبني حياتك من بعد ما ربي سبحانه وتعالى خلق لك هذا السبب ديال وفاة الوالدة أنها تكون هي التوبة ديالك؟ احكي لينا. طبيعة الحال أخويا، ملي خرجت من 4 سنين صافي نويت نتوب بالحق أخويا. المجتمع المغربي غادي نقولها، المجتمع المغربي ما كيرحمش اخويا، ما كيرحمش انسان، بخصوص بقايش مشاكل في الخدمه صافي نويت نتوب. يعني خاصني كيطلبوا لك حسن السيره والسلوك. خدمت مؤخرا مع واحد الشركه بلا ما نذكروا الاسم ديالها، خدمت معها 4 شهور صادير مزيان، كانوا داير معايا ترونسبور كي نوصل ل 74000، ولا زدت السويع كنوصل حتى 84000 في الشهر. عجبني داك الدومين كاش مع انا قاري واحد شويه وعندي مع لونغلي وشويه، وهادي كانوا دايرين لي بحال كونترول على السلعه، بحال شي كاميو اللي بغيت تشارجا كنكونترولي شحال من تلفازه طالعه شحال من ثلاجه طالعه، وكنبقى نتبع الريفيرونس والنيميرو التسيري، وكنبقى نقيد في الورقه. المهم خدمه سهله وزوينه ونقيه، ترونسبور كيحطني قدام الباب كيهزني. شو السبب اللي جات تخرج منه؟ دوزت معاهم 4 شهور اخويا، طلبوا لي حسن السيره والسلوك، قالوا لي خاصنا تجمع لنا اوراق باش نصاوبوا لك اوراقك. صافي انا ملي طلبوا لي حسن السيره والسلوك ما بغيتش نمشي عندهم على حسب الصوابغ، هما كانوا كيشوفوك صوره زوينه، حتى انا ما كنتش فهمت ما كنتش قلت لهم راه ما قدرش اخويا وجهي غلب عليا، ما قدرش نقول لهم راه مدوز حتى حيت راه 4 شهور ماشي ساهله، راه تعرفوا عليا وعاشروني وعرفوني انسان طيب وباغي المعقول، وهادي ما عارفين عليا والو اليومين هذا، ما عارفين عليا والو، شافوني داك الدراري الزوين اللي باغي يخدم المعقول، حيت ما كنتش كنهضر بزاف داخل سوق راسي ومشبع خدمتي. صافي ما قدرش نقولها ليا، فهمتي؟ تصدم بنادم كان يشوفك واحد الصوره اخرى، انا عارف انسان غادي يشوفك في واحد الصوره غيولي يشوفك بصوره خايبه، قلت الله ما نخلي الصوره ديالي زوينه معاهم ونمشي نتسلف على هادشي بحال ما كاين والو. صافي بقى كيصوني عليا شاف ديال كيب، الو احمد علاش ما بقيتش كتجي؟ قلت ليه اخويا راه صافي غير الظروف وهادي، ان شاء الله شي مره اخرى صافي ما بقيتش كندوي معاه. صافي لقيت الصعوبات في الخدمه، واليومين هذا باقي بلا خدمه بلا والو، ولكن فهمتي كتكون محتاج الخدمه ضروري، وفي نفس الوقت كتخرج تقلب على راسك كدفع السيفيات، ولكن ما كتلقاش شي انسان اللي غادي يشد لك في يدك وغادي يقول لك زيد عود الناس ترى باغي تجمع راسك، زيد مرحبا بك وهادي الان الحره التجاره ما جربتيهاش؟ جربت اخويا البيع والشراء، درت الخضره مع ما كنعرفش نبيع ونشري، ما لقيت راسي كنخسر على حساب ترونسبور، خاصو يجيب لك من المارشي تعطيه 1000 ريال الميكا ديال الميزان تخسر، جيت لقيت راسي كنلقى راسي كنخسر من راس المال، ما كنربح والو، ديما خاسر 100 درهم 150 درهم غير من راس المال، غير ترونسبور والميكا باش تعبر للناس والفطور ديالك والغدا ديالك. احمد من ناحيه دابا حيت كلشي اخويا، بقى غير الكارو صافي، حيت الشراب حيت الفانيت حيت كلشي، ولا غير الكارو صافي، وان شاء الله باذن الله كنفكر نحيدو. بزاف ندمت عليها بزاف، حيت هذيك السنوات اللي دازت كون كملت قرايتي فيها ولا درت شي مشروع راسي ولا خدمت مثلا، كون راني واقف على رجليا، كون راه كاع ما كنحتاج هذا الشيء كامل، كون راني واقف على رجليا، كون راني تزوجت انا الله سهل عليا. العولمة والحداثة والانترنت ما جربتيش دير شي قناة والتجربة ديالك؟ عندي قناة اخويا، عندي قناة وراه كيعرفوها، عندي قناة مكتوب فيها جاكار بلاك تيري بلويش الليبي، راه كاين في اليوتيوب جاكار بلاك تيري بلويش الليبي، راه طالعه في كاين شي قنوات اخرين طالعه فيهم،
وغير يبدا يكتب غير جاكار بلاك غادي يطلع ليه جاكار بلاك في تشيري بالويت الليبي، حاط في التصويره ديالي لابس فيها بيلغري. و هذا نداء للناس اللي بغاو يتعاونوا مع التيك، حتى اللي ما بقاش الجهد باش مثلا يخدموا او لا يتعاون معاه، يتعاون معاه غير بهذه المساله هذه بحال ما قلت، ابونا عنده ماشي عيب الشاب هذا نعاونه، ولكن اذا كان المحتوى طيب ومحتوى مزيان طبيعه الحال ما نشجعوش على المحتويات التافهه وداك الشيء اللي هو خايب، داك الشيء اللي كاين اخر الانسان ما يتغرش. هذه هي غير غتحكي على القصه ديالك وتكون انت عبره وموعظه للناس، داك الشيء اللي بغينا، داك الشيء اللي بغينا اخويا. بغينا حنا الناس ماشي يتفرجوا فينا على اساس ان حنايا كنديروا التفاهات اوت فيت ولا بحال هاد الحوايج اللي كاينين في السوشيال ميديا التافهه اللي كنتبع على البشر. انا كنطلب من الناس ياخذ هادشي عبره، الشباب ديال هاد الوقت اللي داخلين في هاد البلياء وداخلين في هاد الدومين يبعدوا منهم، حدهم باقي لهم الحال، حدهم باقيين والديهم حداهم، باقيين حداهم مهم، باقي حداهم بام. ودوك هما الدنيا وما فيها، الا مشيتي اختصرتي شي واحد واخا تكون حداه وخسر شي راه صافي، هذيك هي نهايه الحياه عندك، وغادي تكون دمرتي راسك كشر وكشر. هذه دابا نصيحه، نصيحه لكاع الشباب المغاربه يبعدوا. مرحبا. لو ان تجيك فرصه مثلا تمشي لليبيا شنو دير؟ ما غاديش نسقل هاد الفرصه اخويا، ما غاديش نسقلها، وكنتمنى هاد الفرصه هادي تجيني في اسرع وقت. ربما السبب هو عدم ادماجك في المجتمع المغربي، حيتاش المجتمع المغربي كيف ما قلت ما كيرحمش، والماضي ديالك كيستمر معاك الى الممات ديالك. كنتي زوين راه كتبقى زوين، كنتي شفار راه كتبقى شفار، كنتي خايب راه كتبقى خايب. هنا في المغرب واخا دير اللي درتي، واخا توصل الناس بزاف الميساجات، كتبقى انت هو انت كيف ما شافوك الناس. هذا هو الديفو الخايب اللي فهاد المجتمع المغربي. وفي نفس الوقت على حساب الخدمه، ما غاديش تلقى خدمه، ما غاديش تلقى بزاف د الحوايج في هاد البلاد. مازال الا مشيتي تما تقدر تبني حياتك جديده ا زيرو، على حساب انت عندك لونغلي وديك البلاد كتطلب لونغلي. ودابا من بعد الحرب راه كاينين بزاف توفروا جميع شروط الشغل تما في ليبيا، وكنتواصل مع شي اصدقاء من تما كيقول لي كاينه خدمه جي مرحبا، غير لاقي مشكل في الكفالات اللي عليا ديال المحاكم والمناشف اللي دوس كيدفعوا لك كفاله. دابا الا قطعت البي ولا شي حاجه مثلا يسر الله ودبرت على راسي وقطعت البي، غادي يحبسوني في الطياره وخاصك تخلص ضروري الكفالات اللي عليك على باش تمشي. هذه الصعوبات اللي غادي نلقاها بطبيعه الحال، مي الله يسهل والله يصاوب والله. كانت الاخيره اخويا احمد للشباب اللي سلكوا الطريق اللي سلكتي انت ما جابش فيها الله النصيب، كان نصيب واحد هو انك ما حضرتيش الوفاه ديال الام ديالك الله يرحمها امين، وهذا اكبر عقاب، اكبر عقاب اكثر من ذاك الحس باش ما الام ديالك توفى ما تقدرش الدم ديالها. صعيبه 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 بزاف. نصيحة ديالي لخويا هاد الشباب، غادي ننصحكم بحال خوكم بحال الصديق ديالكم، اعتبروني كيف ما انا، اعتبروني زوين اعتبروني خايب، ما تشوفونيش كاع، ما تشوفوش كاع صورتي، سمعوا غير صوتي لدرجة انكم تسمعوا غير صوتي. بغيت نقول لكم هاد الطريق ما مسلكاكمش وما مخرجاكمش، انتم يلا غادي تمشيو فيها. انا مشيت ورجعت ما استفدت والو من هاد الطريق، من غير اني خسرت الام ديالي، خسرت مستقبلي، خسرت الطفولة وسن المراهقة اللي الناس خاصة تعيشها زوينة، تعيشها في البحر، تخرج مع العائلة، تعيد مع دارهم، تلبس، تقرا، دير تكوين، تستافد. أنا ما دوزتهاش وما عشتهاش لأني دوزت بزاف الوقت في السجن، معظم الوقت الزوين اللي كيدوزو الإنسان في حياته دوزته أنا وسط السجن. بغيت نقول لكم أخويا غادي تطيحوا في نفس الغلط، وتقدروا تطيحوا في أكبر من الغلط اللي طحت منه أنا، تقدروا تخسروهم بجوج، تقدر تخسر الام ديالك والاب ديالك، تقدر تهز المرض من وسط الحبس، تخرج الله يستر فيك شي مرض ما كاينش، شي واحد ما غادي يعقل عليك، شي واحد ما غادي يرحمك بزاف. تقدر تخرج، تقدر تدخل بصفه زوينه، تخرج وجهك مخسر، تخرج كارثه، والمجتمع ما غيرحمكش. غادي نقول لك اخويا بعد بعد ما الطريق ما حدك باقي يلاه بادي. الحبس خايب، خايبو بزاف، والحبس والسبيطار ما تبغيهمش لعدوك، العدوك ما تبغيش ليه الحبس والسبيطار، لان الحبس عالم كما كنسميه انا عالم افتراضي، عالم بوحدو، عالم ما غاديش واخا يوصفوا لك، نوصفوا لك انا، نوصفوا يوصفوا لك بزاف الناس، ما غاديش تحس بهذاك الاحساس الا ما شفتيش بعينك، ولا الا ما عشتيش هذاك العيشه
وسط السجن. ديالك وصل، عطينا منك رقم الهاتف ديالك اللي تحافظه. رقم الهاتف ديالي خويا 07 19 03 09 92، 07 19 03 09 92. القناه ديالك تذكرها؟ القناه ديالي الخوت كيف ما قلت لكم جاكار بلاك تيري بالويش الليبي، جاكار بلاك تيري بالويش الليبي، وغادي تلقاو التصويره ديالي في البروفيل. اخوكم احمد الليبي ماشي كيترجاكم، وانما كيترجى الله قبل ما يترجى اي واحد اخر. جرب الحياه بشتى انواعها، جربها خارج ارض الوطن، وجربها داخل الوطن، جربها مع ميمتو، وجربها بلا ميمتو، جربها حتى داخل السجون المغربية، وعرف من حق الحرية، وعرف حتى من حق تعيش في الكنف ديال والديك، تعيش عند صدر الأم ديالك اللي لا كانت بقى في الحياة، تعيش في وسط المجتمع ديالك وانت نقي. نصيحته خصكم تسمعوا منها، نسمعوا منها كاملين. نتمنوا على ان التجربه ديال احمد ما يجربهاش شي حد اخر، ونتمنوا كذلك، وهذه رساله للمسؤولين نوصلوها بكل امانه، عمليه الادماج ديال السجناء في المجتمع المغربي باقا كتلقى العراقيل كما سمعتوا. هذا نموذج ديال احمد اللي فعلا هو خطا، فعلا هو يستاهل العقاب، فعلا هو يستاهل انه يتحرم من الشوفه ديال مهمته، ولو ان ما بغاو حتى شي واحد، لكن هذا يكفي. خصو ملي خرج، وخرج ربما هو طامح وطامع في المجتمع المغربي انه يساعده، يساعده على التوبه اللي تاب، وهذه بادره كنحييو عليها، لانك باش تتوب وباش ترجع لطريق الله ماشي ساهله، طريق الشيطان هي الساهله. نتمنوا على ان المسؤولين يعاودوا يدرسوا هاد الملفات ديال هاد السجناء اللي كيخرجوا وهما باقين صغار. احمد باقي صغير، باقي في مقتبل الامر، خاصو اللي شد بيدو ويوقف معاه. الى هنا نقول لكم تحيه للسي احمد اللي كانت عنده الجراه على انه يحكي القصه ديالو. تحيه للمتتبعين الكرام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.